أفينك تي بي الاف أي مرور باهين تلها اللي وحا وشاقي إن دقال يهندودو أي سنهوب كديق دونين إلا عيدا مدى لتريا إيا كوا ديغان كام حارضو أي كباحان دولك تيكريغا أفينك أي سودوك لا شاقي إن عيدا مدى لتريا أي حد قذوبية دقال كجيستين قبل كتيكري إنتو سعود دقال كو دحيي تي بي الاف يدولة ديتوبيا إسلام مركاسنا أي حبون تاي إن للا حساب تمو إلتريا واسيدا وهذا الكودiga يا فينك تي بي الف تي بي الف يا لتريا يا مدوين بدن وحكد حي علاد ادو ديراتي سي بحلي جاي تي بي الف ما ترى وهي سي هوجان كدلك ايتوبيا وقتiga او دغال كيوغو ديرا او لبدا دينا كدح قرحي دينا حدودها ايتوبيا يا لتريا انتو سبدل كوكدا عي دلك ايتوبيا ابي احمد يا هشيس لقالي دولة لتريا انتا وحي كدن بيي واحا دقال علوس كدح قرحي تي بي الف يا دولة ايتوبيا او قعان تكيلي سعيدة مدى إلا تري او مركي هرب علادة دقاي كدح حيسي تي بي الف إلا تري آدو غم حد لين هشيس كاي دوان غالين دولة ايتوبيا تي بي الف وانا مثشك وين قلين ايسا تي بي الف او مركن قوان ستاين ايسان هوب كدقين إلا إلا تري اي كبا حيسو دولك تكري وحانا حسود مدن إن او دقال كو سعودي إلا تري يا أي قبستي دولكو يا لا قبل كاتيغري أو أي كو أندعون يان إن أي يقول يهيد سيدو كرعي دا مدى قبل كام حاردا يا يقونا تيغري دولكا قبستي أي يقونا كدو دا يان إن أي يقول يهيد isu soo duuba dawladda Itoobiya ayaa waxay dhankeeda sheegaysaa in arrinta Eritrea dib laga xalin doono balse marka hore xuduudda dhinaca Eritrea la geyn doono ciidamo federaal ah si ay u sugaan amniga agaasi lama garan karo sidoo xaalku noqonayo iyadoo heshiiska kadib ay TPLF keentay arrin kale oo ah in aanaysan hubka dhigi doonin ilaa ciidamada kala duwan ee Eritrea kuwa amxaaradu ay ka baxaan guud ahaan dhulka Tigrayga اسمي يوسف محمد تلفزيون كابول شو السلام عليكم السلام عليكم وحنا بتعلنا هاي وذا شركي نقول سحانيد هوا قلاني إنترنت ضعيف وقتي جينا في عن إنك كعيارة دل بي إنترنت كفايبر كو أهم الحوار بدن نسكو حلين لما دالة بدن كرا عيد ون عيد ساعد نو بحب ناتو واو اسمي يوسف في عيد صحيح ما تكيش سما ما شاء الله صحيح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكر تا شن بات كوش بنكر تا شن يتون بات كوش بنكر تا labaatan baad ku shuban kartaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga